يا ابن الإنسان، هل عرفتم لما خلقناكم من تراب واحد؟ لئلا يفتخر أحد على أحد، وتفكروا في كل حين في خلق أنفسكم. إذن ينبغي كما خلقناكم من شيء واحد أن تكونوا كنفس واحدة، بحيث تمشون على رجل واحدة، وتأكلون من فم واحد، وتسكنون في أرض واحدة، حتى تظهر مكيناتكم وآمالكم وأفعالكم آيات التوحيد وجواهر التجريد. هذا نصحي عليكم يا ملأ الأنوار، فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجرة الزمن يا ابن الجمال. وروحي وعنيتي ثم رحمتي وجمالي، كل ما نزلت عليك من لسان قدرتي وكتبته بقلم قوتي، قد نزلناه على قدرك ولحنك لا على شأني ولحني. يا ابناء الهوية في الغيب، ستمنعون عن حبي وتضطرب النفوس من ذكري، لأن العقول لن تطيقني والقلوب لن تسعى. يا ابن الإنسان، عظمتي عطيتي إليك وكبريائي رحمتي عليك، وما ينبغي لنفسي لا يدركه أحد ولن تحصيه نفس، قد أخزنته في خزائن سري وكنائز أمري، تلطفا لعبادي وترحما لخلق ابن الإنسان. أزليتي إبداعي أبدعته لك فاجعلها رداء لهيكلك، وأحديتي أحداثي اخترعتها لأجلك فاجعلها قميص نفسك، لتكون مشرق قيومية الأبد من الإنسان. أشرقت عليك النور من أفق الطور، ونفخت روح السناء في سناء قلبك، فافر نفسك عن الحجبات والظناف ومدفع البساط، لتكون قابلا للبقاء ولائقا للقاء، كي يأخذك موت ولا نصب ولا لغ من الإنسان. قد مضى عليك أيام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والأوهام، إلى متى تكون راكضا على بساطك؟ ارفع رأسك عن النوم، إن الشمس ارتفعت في وسط الزوال، لعل تشرق عليك بأنوار جمال ابن الإنسان. أصعد إلى السماء لكي ترى وصالي، لتشرب من زلال خمر لا مثال وكوب مجد لزوال ابن الإنسان.